هي المناضلة كما وصفها فارس قدورة، وهي التي تعمل بجد وثبات لنيل حقوق الأسرى والمحررين كما وصفها وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع. وبهذه الصفات أكد محافظ طول كرم اللواء عبد الله كميل أنها نموذج المرأة الفلسطينية التي ناضلت من أجل الحرية والاستقلال. يسعدنا أن تكون ضيفتنا لهذا الصباح السيدة حسام إرميلات، أم حسام رئيسة نادي الأسير في طول كرم. يسعد صباحك. صباحكم. صباح الخير إليك، وأكيد صباح التفاؤل وصباح الحرية لكل أسرانا. يسعد صباحكم وصباح الخير بقول أهلنا في محافظة طول كرم، يعني اللي فاجأوني بهذا التكريم. صباح الخير للأسرة كمان اللي يعني عز عليهم أني أنا كان يعني نهاية عملي هذا العام بهذا الشهر. صباح الخير للأسرة المحررين ولأهل الأسرة ولكافة أهل المحافظة. أنا يعني عن جد فخورة جدا في هاي المحافظة، سعيدة جدا أني موجودة في هاي المحافظة. أكيد إحنا رح نحكي بإسهاب أكثر عن حفل التكريم الذي أقيم على شرف السيدة أم حسام، لكن نبدأ معك أم حسام بآخر الأخبار والمستجدات حول الحركة الأسيرة داخل السجون وما تتعرض له هذه الحركة من سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال. يعني أول إشي بدي أحكي للأسرة، بدي أقول لهم إنه أنا يعني قلبي معهم، كيف حواس وجداني معهم، بتألم لألمهم، بفرح لفرحهم، بتمنى لهم الفراج القريب العاجل إن شاء الله. طبعا في عليهم هجمة شرسة من إدارة السجون، من الشباص، من كل ما يتعلق بما هو إسرائيلي على هؤلاء الأسرى. يعني بالفترة الأخيرة في عنا أسرة، إحنا عنا مضربين عن الطعام لأن وجودهم في العزل اللي هو حسام عزت عمر ومن جرشية، وموسى سعيد صفان هذا الأسير مصاب بمرض السرطان في الرقبة وفي الخد، بيعانوا من عزل من حوالي يعني هاي نهاية الشهر الخامس عندهم. طبعا هم مضربين عن الطعام لهم من 25 الشهر الماضي. عندنا الأسير إياد نصار كمان بيعاني من فقدان البصر. عندنا الأسير شادي كرعان اللي بيعاني من وجود ورم سرطاني في المحاشم. عندنا عدة أسرة اللي هم مرضى، في أخرى أسير من علار كمان مصاب بأمراض خطيرة. يعني كل يوم قاعد بستجد عندنا إشي جديد في أسر مرضى. هذا كله ناتج عن عدم إعطاء العلاج اللازم للأسرة وعدم إدخال أطباء اللي يعني وفرتهم وزارة الأسرة، وفرت حوالي 54 طبيب من كافة الاختصاصات حتى يدخلوا يعالجوا الأسرة في هاي السجون، يعني لم يتم إدخالهم. وبالتالي يعني طبيب السجن يعني إذا بده يعطي العلاج بيكون ممرض اللي بمر على الأقسام، إيش عنده وجع راس، إيش قلب، إيش ضغط، إيش مبتورة إجره إيده كله حبتها الأكمول. وإذا ما يعني ما سمح له لهالأسير إنه بده يدخل يروح على المستشفى لإجراء فحوصات بده حوالي 6 شهور لما يعني يسمح له بهذه الزيارة للمستشفى. وإذا سمح له أحياناً يعني كديش بتماطل إدارة السجون يعني بيتم نقله من سجن لسجن حتى إنه يأخذ كمان موعد لزيارة مستشفى مرة ثانية ويتكرر العملية مرة ومرتين ثلاثة لحين يستشعر المرض في هذا الأسير. وإذا ما وصل للمستشفى هذا الأسير بيتم إعطائه اللي ينعمل له فحوصات، أحياناً بتكون أماكن التصوير خربانة أو انتهى الدوام عندهم أو يعني بتحددوا بأي حجة، وهي حتى أنه برضو ما يتم إجراء هاي الفحوصات للأسير. يعني إحنا وضع الأسرة جدا صعب، الاستفزازات اليومية، المداهمات لهذه الغرف الأسرة، استفتشات يعني صحيح. إحنا مبارح بالأمس شفنا في إيش الكيفات وعلى القسم وفتشوا يعني مقتنيات الأسرة وعبثوا فيها وخربوها وما يعني
ما بهمهم يعني اذا كان اسير نايم مش نايم في البرد القارس بيطلعوه برا لعدة ساعات، او اذا كان في الحر الشديد بيطلعوه. يعني ممارسات لا يعني بحق الانسان الفلسطيني جدا صعبه. نعم. ومقيسه. طب ام حسام، يعني في ظل هالممارسات والمعاناه، حجم المعاناه الكبير الذي يعاني منه الاسرى، الحراك الشعبي نوعا ما لدي هدوء مقابل هذا الحجم، شو الاساليب اللي ممكن نتخذها يعني كمؤسسات كفعاليات في المحافظه لتفعيل الحركه المسانده للاسرى؟ يعني أنا بقول كمحافظة طول الكرم أنا بجلي لها كل التقدير والاحترام على الوقفة الأسبوعية أمام مقر الصليب الأحمر. نعم. ولكن إحنا المطلوب أكثر من ما هو موجود، يعني المفروض أنه يكون في عنا حشد أكبر من هيك يليق بنزلات الأسرة في داخل سجون الاحتلال. وبتمنى كمان أنه يكون في كافة المحافظات على مدار الأسبوع، أنه يكون في كل محافظة يكون في هناك فعالية اللي تظل قضية الأسرة حية في الـ في الـ سلم أولويات تظل حية في أذهان الجميع. يعني في أذهان الصغير والكبير والكل، حتى يعني أحيانا ما بيجوا الأجانب بشوفوا إحنا في كل يوم اعتصام، كانوا يجوا يعتصموا معنا، هذول كانوا بنقلوا يعني الصورة الحقيقية والحية لمجتمعاتهم. وأنا شفت في هذا الحكي لما رحت على ألمانيا ورحت على فرنسا. يعني في ألمانيا كان في متضامن جاء عندنا هين، كان عامل 11 معرض ب 11 ولاية في ألمانيا اللي هي بس مصور صور أهالي الأسرى ويعمل عليهم انه هذه يعني حتى عنده مطلع وعنده معلومات، هذا محكوم مؤبد، هذا مؤبدين، هذا 10 مؤبدات، هذا ايش زي هيك. يعني كان يعمل عليهم فيه المعارض. كمان بفرنسا لما كنت في هيك احدى التجمعات، يعني بدي احكي عن الاسرى، كانت في ست يعني كبيرة اختيارة بتعلق صور الأسرة خاصة الأطفال، يعني منطقة القدس والخليل ماخذ صور، وعندنا كمان كيف يعني بيبقوا ياخذوا يعتقلوا الأطفال الصغار. كان إشي مؤثر هذا في الشعوب الأوروبية، ولهيك هم كثير متضامنين معنا، بيقطعوا أميال كبيرة ومسافات طويلة وبيجوا بتضامنوا معنا لأنهم عارفين إحنا في ظلم واقع. نعم. على الشعب. يعني إحنا بنتأمل دائما إنه يكون هناك تدويل أكبر لقضية الأسرة. لكن بالرجوع للحديث عن مرحلة عملك كرئيسة لنادي الأسير في طول كرم، ما هي أبرز اللحظات التي تجسد مرحلة عملك في نادي الأسير؟ يعني أنا لو بدي أحكي عن بداية عملي في نادي الأسير، أنا أولاً كنت أعمل منسقة مواقع لجان المرأة العمل الاجتماعي. لما تأسس نادي الأسير تم انتدابي من لجان المرأة العمل الاجتماعي لنادي الأسير، وتطور مع الوضع أني أنا وشي كنت بداية، بعدين تم تفريغ على الأمن الوقائي، ومن ثم على ديوان الموظفين، وحاليا على وزارة شؤون الأسرة. يعني في أمور كثيرة بيلعب فيها الجانب الإنساني. مثلا يعني ما أحيانا بيكون أسير بقول لي أنا حاب أقعد عندك برتاح نفسيا. في أم أسير بعرف من دير الغصون، يعني ابنها الصغير معتقل، كل يوم عامل يعني شو إشي مش طبيعي، إرباك في العيلة. تصل عليه جوزها بقول لي ممكن تيجي عندك، انت بتريح لما بتحكي معها، تيجي عندك تقعد لها ساعه زمان في شغل، تيجي تقعد عندي بجوز على مدار اسبوع تيجي تقعد عندي. المره هديت لما شافت انه في ناس يعني احكام على من صارت تخجل انها تنزل دمعه. شوف لانه هذا الشعب كله هو بضحي كله بناظر، وفي بيوت فيها اثنين وثلاثه من الاسرى. في كمان من ابرز المحطات اني انا كنت في يوم من الايام كان اخوي الكبير في حالة نزاع في الأردن تيسير الملات، وكان بدي يجيني 2 طن تفاح من الجولان لازم أوديه في نفس اليوم أوديه على سجون للأسرة. استنيت لما استلمت التفاح ووديته على العسقلان، سيرته بسيارة من الطيبة، ومن ثم الساعة 12 طلعت من هون رحت على الأردن، وصلت الساعة 12 في الليل العقبة. فيعني في كثير خلص يعني انتمائي لهذا صحيح. الجانب من يعني لحظات مليئة بالنضال والكفاح، بفضله على على حياتي الأسرية. يعني حتى يمكن أنا في خلال لقاء مع معين بالفعل إنهم أولادي طلبوا مني وترزوني، تمنوا علي إني أنا أعامل أولادي
اهتم فيهم كما بهتم في الأسير في الأسرة المحافظة، مش بس أسرة محافظة الكرم، لدينا علاقات كثير قوية مع أسرة من محافظات عدة، من الخليل، من جنين، من نابلس، من رام الله، من أريحة. الحمد لله رب العالمين، لأنه كان في عنا دور في محافظة الكرم لتعاونهم، اللي أنا شكرتهم جميعا من فلاحين، مزارعين، من تجار اللي كانوا يدعموني بهذا، أني أدخل الخضروات، أدخل الفواكه، أدخل الزيت، الدخان، الحلويات، أدخلها من خلال هاي المحافظة بتبرعاتها السخية، أدخلها الأسرة. فكان شهر نادي الأسير من هذا العمل. كان يعني في لقطة، يعني أنا وأنا بطالع بالخبر والصور لحفلة التكريم اللي حدث، يعني شفت الأسير المحرر ناصر برهم عم بيكرم اللي دافعوا عنه، اللي حملوا قضيته. يعني حفلة التكريم كان في مثابة روح مشاعرية، عائلة كبيرة تحتفل بالمجهود والمقدور اللي قدمتيه على مستوى نضالات الأسرة. رسالتك من بعد حفل التكريم في إنهاء فترة العمل، إيش حاب توجهي كلمة للمنظمين واللي شاركوا؟ يعني أنا أول إشي بشكر كل من ساهم في نجاح هذا حفل التكريم. يعني أنا حسيت أنه صراحة أنه أنا خدمت الأسرة، ولكن شفت التكريم كمان كثير علي هذا، لأنه واجب علينا أنه إحنا يعني نخدم الأسرة حتى بدون وظيفة كمان، أن نظلنا نخدم الأسرة لحين يتم الإفراج عن آخر أسير وأسيرة. بشكر كل أهل محافظة طولكرم والمحافظات من جنين حتى الخليل اللي أجوا حضروا صحيح. كل هذا التكريم، يعني كافة المحافظات كان في حضور في هذاك اليوم. بشكر اللي قام على تنظيم الحفل من المحافظة، من الإقليم، حركة فتح، من فصائل العمل الوطني، من نادي الأسير، من وزارة شؤون الأسرة، من المؤسسات. يعني أنا تفاجأت بحضور المؤسسات، يعني كل هذه كل الشكر والتقدير طبعا في إنا تواصل والإعلام كمان، الإعلام كان إشي وجوده يعني إشي رهيب. هذه هي طبعا لقطات من حفل التكريم الآن تعرض على شاشة التلفزة بحضور المؤسسات والفعاليات الوطنية في كافة محافظات الوطن في حفل تكريم لنضالات وجهود السيدة أم حسام أرملات في محافظة طولكرم. هو خالد بالفعل يعني بصراحة ما شعرناش أنه احتفال بقدر ما كان مهرجان ضم جميع الفئات مختلف، سواء كبار صغار، يعني كان الكل سعيد بتكريم والدة الأسرة والأسيرات. وبالفعل يعني لما تم وصفك أنك والدة لجميع الأسرة والأسيرات كان وصف رائع. وخلينا نحكي عن من سيخلف أم حسام في رئاسة نادي الأسير في طولكرم. يعني حاليا الموجودين عندنا راح اثنين، اللي هو نصر فوكها، الأخ نصر فوكها كمشار بداوم عندنا، ومن شهر كمان في إبراهيم النمر من خيم نور شمس، نصر من شويكة. الأخوين هم أسرى محررين وعملوا يعني في المجال في العمل الجماهيري هذا كمان، لأنه يعني بالدرجة الأولى عمل الأسرة هو عمل جماهيري بحث صحيح. بالدرجة الأولى مش إنه لا مؤسسات ولا مكتبي ولا إشي، بس لازم يعني يتخلل، يعني يدخل لكل بيت، لكل قضية من قضايا الأسرة كمان اللي بدي يسلم فعليا. يعني اللي راح يسلم النادي كما حكى الأخ قدورة فارس، اللي هو الأخ إبراهيم النمر. يعني إبراهيم النمر سيخلفك ومباشرة العمل بعد تاريخ 21 من شهر الجاي. الآن طبعا على رأس عملي لأنه نهاية دوامي بتكون في 21 سنة. طب رسالة بتحمليها يعني لأهالي الأسرة، مشاركاتك هل حسام في الاعتصام الأسبوعي ستكون متواجدة رغم أنه لن يكون هناك يعني مسمى وظيفي في تلك الفترة؟ أنا أول إشي بحمي رسالة للأسرة في جنون الاحتلال، أنا رح أبقى إن شاء الله تعالى في كافة الفعاليات، موجود في كافة الفعاليات اللي بتخص الأسرة والأسيرات، راح أبقى معهم دائما على تواصل. حتى أنا يعني من تقريب شهرين كل من بيتصل علي أسير بعطيه رقمي الخاص، حتى أنه في أي قضية يعني يصعب
على مدير النادي او عليه هو انه لو اتصل فيه مش اشكاليه، جوال مفتوح لهم. كمان رسالتي لاهل الاسره انه يبقوا على العهد مع الاسره، كمان في تضامنهم الاسبوعي وكافه المؤسسات يعني الموجوده في المحافظه كما عهدنا الجميع يعني. وبكلهم لاهل الاسره اني مش راح انساهم، مش راح ابعد عنهم ان شاء الله تعالى. حتى في زيارتهم البيتيه ان شاء الله راح اتواصل معاهم، مش راح انسى اي اهل اي اسير في داخل هاي المحافظه. وكمان بتمنى على من سيخلف في بلاد الاسير انه يكون دائما يعني على قدر المسؤوليه، وهو على قدر المسؤوليه لانه هو عمل في العمل يعني عمل في العمل الشعبي والجماهيري هذا، وبالتالي هو اخو لاسير و مناضل، والاخ برضه نصر ما بقصر معه في هذا الموضوع. وكمان يعني هذا بده تكاتف، مش بس نادي الاسير او وزاره الأسرة، بده تكاتف كافه الجهود والايادي اللي هي توقف مع هؤلاء الأسرة الابطال، يعني شيء يليق بنضالاتهم في داخل سجون الاحتلال. اكيد احنا بنتمنى من سيقوم بترأس رئاسة نادي الأسير ان يستمر في مشوار ايصال رسالتك المناضلة والمكافحة. يعني بالطبع يسعدنا اليوم ان كنت معنا في برنامج صباح الخير، ونتمنى لك مزيد من النجاح والتألق في خدمة ابناء الوطن وخدمة اسرانا واسيرتنا. السيدة حليمة رميلات رئيسة نادي الأسير في طول كرم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شكرا للإعلام، شكرا جزيلا للإعلام الفلسطيني، التلفزيون فلسطين ولتلفزيوناتنا المحلية، وعلى خاص تلفزيون الفجر الجديد اللي تابعنا منذ بدايات نادي الأسير ولغاية الآن. يعني أول تلفزيون كان يتابعنا له تلفزيون الفجر الجديد، وبنساش دور المرحوم أبو أحمد الله يرحمه اللي كان كمان في مناسبات عدة يشتري هو الهدايا ويقدمها لأمهات الأسرى، وألف رحمة عليه. ويعني شكرا كثير لكم الجميع. شكرا لك.